مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر مليان بالمشاريع الشبابية اللي بتقدم خدمات في مختلف المجالات، بس دايماً المشاريع الناشئة بتكون في حاجة لدعم وسند وهي على أول الطريق. عشان كده أعلنت شركة جوجل دعمها لمشروع لايبري جيزة. لايبري جيزة هي عبارة عن ساحة بتجمع أصحاب المشروعات الناشئة وبتستضيف فعالياتهم ودوراتهم التدريبية. الهدف من خلق المشروع ده إن احنا نخلق ملتقى يتقابل فيه رواد الأعمال والناس المهتمة بتكنولوجيا المعلومات والإبداع التكنولوجي في مصر. نقلوا الموضوع من مجرد فكرة كانت عندي لفعلا شركة دلوقتي بتشتغل وموجودة في السوق. احنا ما كانش عندنا طبعا غير فكرة واحدة، والفكرة دي اتبلورت لخطة عمل والبيزنس بلان لسنين قدام. فتح مشروع لايبري جيزة أبوابه لاستقبال المشروعات المصرية اللي عندها خطة جادة لإنشاء وتشييد شركات تكنولوجية كبيرة. نفهم هو موقع تعليمي بيقدم فيديوهات مجانية للطلبة من أولى ابتدائي لغاية ثالثة ثانوي. الفيديوهات دي متقسمة حسب الدرس والمادة والسنة الدراسية. الفيديوهات دي كمان احنا بنشجع الطلبة ان هم يشرحوها ويشاركوا في شرحها بنفسهم، فده بيساهم ان هم بيثبتوا معلومة اكتر عندهم وبيفيدوا كمان زمايلهم. انستابوج هي تول للناس الديفلوبرز ان هم يجيبوا فيدباك من اليوزرز بتاعهم اللي بيستعملوا الابس. فلو انت عندك موبايل اب بتستعمله وبتحبه وحصل فيه مشكلة، فاحنا عملنا تول صغيرة ان الديفلوبرز يحطوها في الاب بتاعهم، ان اليوزرز باي جاست شيكينج يشيك الفون يجيله الفيدباك فورم، يحط سكرين شوت اللي هو المشكلة، يحاول يتارجت المشكلة بتاعته ويبعتها للديفلوبر. الديفلوبر هتجيله بكل الانفورميشن عن التليفون ساعة ما تبعت. المشروع عبارة عن زي موقع متكامل للناس اللي شغالين في التلفزيون وفي الميديا وفي الفيلم ميكينج أو السينما يعني عموما. هو مكان بيتيح للناس اللي شغالين في المجال ده ان هم يعملوا زي بورتفوليو أو يعملوا موقع ليهم بكل نماذج لشغلهم، وفي نفس الوقت لو أنا بدور بقى على كاست أو كرو، بدور على طاقم عمل بالكامل، أقدر أدور عليه بتفاصيل معينة. مشروع لايبري جيزة هو مكان لاكتشاف المواهب العبقرية، بيوفر لهم الموارد والأدوات اللي بتساعدهم في تحقيق أحلامهم، وبتحول مشاريعهم من مجرد فكرة لشركات أعمال فعالة. ده وقت ان الشباب تاخد فرصة احسن عشان نطلع بمصر خطوة لقدام، ومش لازم تكون كل طول جديدة وكل حاجة جديدة تكون جاية من بره، ولازم يعني بتهالي ان احنا محتاجين نوري بره ان احنا هنا قادرين نقدم سيرفيس هما محتاجينها. روشان هشام، زي الشمس. مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة المكتبة أو The Library Giza. المبادرة دي أهميتها في أن كتير جدا من الناس اللي بتشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات بيبقى عندهم أفكار كويسة جدا، هم بيبقوا مهندسين شاطرين، ولكن بيبقى ناقصهم حاجتين، بيبقى ناقصهم الإمكانيات وبيبقى ناقصهم الخبرة الفنية. ممكن تكون الخبرة دي في مجال التسويق، في مجال التخطيط للمستقبل، في مجال الإدارة المالية للشركة، علشان الفكرة تتحول من مجموعة كلام مكتوب على الورق وبرنامج مش عارفين له مصير إلى منتج كامل نقدر نبيعه ونقدر نسوقه للناس. أعتقد أن المبادرة دي هتدي أمل لعدد كبير جدا من الشباب اللي بيسيبوا البلد ويروحوا يشتغلوا في كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، إن هم يفضلوا موجودين في البلد دي ويحققوا شركتهم الخاصة، يبتدوا مشروعهم هو. النهاردة بيشرفنا في الاستوديو أحد المشاركين في هذه المبادرة، وهو بيمثل شركة جوجل، الأستاذ وائل الفخراني، هو المدير الإقليمي لجوجل في مصر وفي منطقة شمال أفريقيا. أهلا وسهلا. أهلا يعني زيك. منورنا النهاردة في زي الشمس. Thank you. المكتبة أو The Library جيزة، شمعنا الجيزة؟ ليه ابتدته هناك؟ هل هتفضل قاصرة على الجيزة ولا هتمتد الأماكن تانية؟ خليني ارجع لك لورا شويه اقول لك انه لو تفتكر من سنتين عملنا مشروع ابدا مع جوجل، ستارت وذ جوجل، وده جزء من اعاده استثمار لينا في مصر مع الاتفاق مع الحكومه سنه 2009. فاحنا قلنا ايه؟ احنا قلنا عايزين نعمل 9 اشهر ناخد نلف المحافظات. عملنا اوتوبيس ساعتها لفينا بيه كل المحافظات، وقابلنا تقريبا 14,000 واحد عنده واحد وواحد عندهم في أفكار، وعملنا مسابقة فيها اتقدم 2,000 واحد، دربنا 500، وبعدين عملنا دعم لمدة 3 أشهر ل200، وبعدين عملنا معرض ل50، وبعدين عملنا التوب 20، وبعدين ادينا واحد 200,000 دولار. اكتشفنا انه الواحد اللي خد ال200,000 دولار ده في
299 تانيين او 199 تانيين عندهم افكار كويسه، وانا متاكد انه في قرايبك وفي قرايبي وفي اصحابك واصحابي عندهم افكار كويسه، بس تايهين مش عارفين يعملوا ايه. فقلنا عايزين نحطهم كلهم في مكان، في ملتقى. الملتقى ده هنبدا بالجيزه لانه كان اسهل بالنسبه للمؤسسين بتوع، هو جوين فينشر بيننا وبين ثلاث اشخاص، مشروع مشترك. هاني صنباطي واحمد الالفي وواحده اسمها لازلي جامب، اللي هم مؤسسين سواري وفلات سيكس لابس، بس هم كاشخاص هم اللي داخلين في المشروع. وبدانا بالجيزه، بس انا امنيتي ان يبقى عندنا المكتبه او اللايبرري موجوده في كل محافظه في مصر، مكان بيلم الناس، يبقى فيه احنا والمنافسين بتوعنا، هم والمنافسين بتوعهم، وناس كتير جدا عايزه شهر تقعد في حته فيها هاي سبيد انترنت، فيها انترنت سريعه، وفيها بعض الناس اللي ممكن تغير حياتهم. يعني يقول لك لا انت ليه بتعمل الموضوع ده بالطريقه دي، ما تعمله بالطريقه دي ليه كذا. يبقى فيه كل يوم ايفنتس، ندوات، المكان ده عايزه يبقى نشيط مليان احداث منا ومن غيرنا، عشان ناخد الناس دي تعرف هتكمل ولا مش هتكمل. هو رغم ان الناس بتبقى فاكره ان هو الناس اللي خريجه كمبيوتر او مهندسين الاتصالات بتبقى عندهم الافكار وبيقدروا يعملوها برامج وشركات بسرعه، الا ان احنا عندنا خريجين الجامعات دي بيبقوا شاطرين جدا جدا جدا، هما من احسن ناس في العالم فعلا في مجال التكنيكال، في مجال الفني، لكن طبعا بتنقصهم خبره اداره الشركات، خبره تسويق المنتجات. انتوا في المكتبه The Giza Library بتدوهم ايه من هذه الخبرات؟ تمام. هو طبعا احنا فكرة المكان فكرة مهمة جدا، ان انت تقفل على ناس يعني اوضة، ويبقى الاوضة اللي جنبهم شركة بتعمل حاجة زيهم، والاوضة اللي جنبهم شركة تانية، وبعدين يبص على الشركة دي بتعمل ايه، طب ما ممكن المنتج ده على المنتج ده يعمل حاجة. فكرة الكولابوريشن او التعاون دي مهمة قوي. فكرة التانية ان احنا عندنا كل الموظفين بتوعنا، كل زمايلنا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط عايزين يساعدوا، عايزين يجوا، سواء يجوا فيزيكلي أو عن طريق الفيديو كونفرنس يدخل يساعد. ثالثا هو هيبقى المكان اللي هيلتقي فيه الناس اللي عايزة يا إما تدور على مواهب يا إما تمول مواهب، فعايزين يبقى في البنوك الاستثمارية، شركات البرايفت اكويتي والفنشر كابيتالست موجودين، المستثمرين، المنافسين بتوعنا. انا بدعو كل المنافسين بتوعنا انهم يجوا يساعدوا، لانه احنا بالنسبه لنا عايزين نخلق عدد من الناس تقدر تعرف طريقها اذا كان الشركات دي هتبقى كويسه ولا لا. ناس كتير جدا عايزه شهر شهر ونص تقعد وتحدد اه ولا لا، ودايما الفورم بتاع الشركه بيتغير. فكره بسيطه جدا، هو ملتقى تكنولوجي زي الصالون الثقافي بتاع زمان، ملتقى تكنولوجي. بدل ما الناس قاعده على القهوه بتشتغل، انت لو رحت النهارده اي قهوه هتلاقي شباب كتير قاعد بيعمل حاجه، يا بيذاكر يا بيشتغل. احنا وفرنا لهم المكان، الدعم التكنولوجي، وفي نفس الوقت فكره التوجيه والتعليم والمنتورشيب دي مهمه جدا. بفلوس يا وائل؟ ببلاش خالص. ببلاش خالص خالص. اصحاب المكان او القائمين على المكان يمكن يبتدوا الاول ياخدوا رموز، يعني مصاريف رمزيه، مصاريف رمزيه 10 جنيه في الشهر، 15 جنيه في الشهر، الموديل انا مش حافظه قوي، بس لو انت جد ويعني سيريس في ان انت تعمل حاجه كويسه، ممكن تدخل تقعد شهر شهرين ثلاثه ببلاش. الفكره مش انك تدخل تقعد على طول، الفكره انك تدخل بسرعه وتمشي بسرعه. طب ليه تمشي؟ يعني ممكن تمشي عشان تعمل شركتك. هي لا انا جاي هي مش حضانه هي مش حضانه، هي مكان بيوجه الناس، بيقولوا لا على فكره انت لازم انت والشركه دي تعمل مع بعض حاجه، او انت لا ما تنفعش، او انت ناقصك خبره كذا، او لازم تاخد محاضره كذا. هديك مثال، وانا في الجامعه استاذي الدكتور نبيل النادي الله يرحمه كان استاذ المشروع بتاعي، علمنا حاجات كتير قوي غير الهندسه، غير حياتنا. فساعات بتحضر محاضرة يغير حياتك، أو حد يقول لك اتجاه تغير حياتك. فإحنا عايزين الشباب دول حد يديهم خبرة مالية، خبرة تسويقية، خبرة إدارية، خبرة تكنولوجية، يقول له على فكرة التكنولوجيا اللي أنت بتستعملها دي قديمة، جربت تعمل كذا، طب بص الشركة المنافسة دي بتعمل كذا. وعايزينهم أسرع ما يمكن يطلعوا يعمل شركته، وعايز يرجع كمان 6 أشهر يرجع
فهو مكان زي ما تقول ساحة عمل جماعي لحاجة زي كده. هل في اشتراطات معينة؟ يعني لو أنا ابتديت شغل في البيت دلوقتي وعندي شوية أفكار وابتديت أحط تصور لبرنامج لموقع لتطبيق على الهاتف المحمول وجيت لك، أنت هتقيم شغلي قبل ما تسمح لي بالدخول ولا إيه الطريقة؟ قيم هو موجود على الويب سايت، على الويب سايت التفاصيل بتاعت يعني إيه، بس إحنا عايزين حد جد. حتى لو على فكرة الفكرة بتاعته لسه بعيدة قوي، بيبان قوي الناس اللي عايزة تعمل شغل والناس اللي جاية تضيع وقت، عشان كده عايزين نعمل اشتراك قليل عشان بس يثبت الجدية بتاعت الناس. الناس تدخل تدفع 10 جنيه في الشهر، وبعد 30 يوم هو اوتوماتيكلي هيبقى عايز يخرج، هيبقى عايز يعمل الشركة بتاعته، او يقعد كمان اسبوعين ثلاثة او شهر كمان. الفكرة ان انت لو جمعت الناس مع بعض، خلقت مكان، منصة فيها الفلوس والأفكار والتكنولوجيات والإنترنت والتمويل، خلاص ما يعني المفروض أنه السحر ماجيك يحصل، يعني فاهم قصدي؟ فكرة أنه خلاص أنا هتجمع مع هطلع أعمل كذا، أو هفضل أحضر محاضرتين ثلاثة كمان وأعمل حاجة زيادة. أنت راجل ليك خبرتك في سوق الاي تي في مصر وشفت شركات كتيرة، مش بس في مصر كمان في شمال أفريقيا. بالنسبة للشركات الناشئة هنا في البلد، إيه الخبرات اللي بتنقصهم وانت شايف ان هي مهمة للغاية ولازم يحصلوا عليها، لو حتى مش في المكتبة يحصلوا عليها من اماكن اخرى؟ تمام. اول حاجة انا متهيالي ان احنا عندنا مشكلة في ان الانترنت لسه ما بقاش جزء اساسي من حياتنا. طبعا الانترنت كبر جدا يا علي، جدا جدا. انا رحت جوجل سنة 2007 كان في 5 مليون انترنت يوزر، النهاردة في 35 مليون انترنت يوزر. كبر وبقى جزء من حياتي، بس ما بقاش جزء من لقمة عيشي، ما بقاش جزء من. فكر في اصحابك وقرايبك، وانا هفكر في اصحابي وقرايبي اللي عندهم شركات، الشركات الصغيره اللي هي العمود الفقري بتاع الاقتصاد المصري. مش الشركات العمود الفقري للاقتصاد المصري. 80-90% من اقتصادنا عباره عن شركات اقل من 5 اشخاص و10 اشخاص، اللي هو في 20-30 شركه فيهم الالاف، انما العمود الفقري للاقتصاد المصري هو السمول بزنس او السمول اند ميديوم بزنس. الشركات دي عندها مشكله كبيرة، انها ما بتستعملش التكنولوجيا كفاية، وما بتستعملش التكنولوجيا في انها تصدر خدماتها او تنمي السوق المحلي. لسه بتستخدم الادوات التسويقية القديمة، لسه بتستخدم البامفلتس والورق، ولسه بتستخدم الدنيا اتغيرت جدا، وممكن في فرصة ذهبية لتصدير الخدمة وتجيب عملة صعبة للبلد. فكر في اي مجال، في اي مجال، من اول الاكل لغاية السياحة لغاية التعليم لغاية الصحة، تقدر تصدر الخدمة دي بره. فدي ينقصنا جامد جدا، وينقصنا النوهاو او المعرفه بتاعت ازاي الانترنت تغير في منظومه العمل بتاعتي. الناس لسه بتشتغل بالطريقه القديمه، مش كفايه اللي احنا فيه. انا طماع وعايز يعني الاف الشركات تبقى اونلاين، او تبقى البيزنس بتاعها مبني اونلاين. فاترينا مفتوحه 24 ساعه. احنا لسه لغايه دلوقتي بنروح للدكاتره علشان نحجز بنفسنا، لازم نروح بالفعل ونحجز، لسه كل حاجه بندفعها بالفلوس. بالزبط. بالزبط. ما بندفعش بالبطاقات الالكترونيه. بالزبط. وبالتالي لو لقينا احنا كمواطنين حد بيسهل حياتنا وبيحول لنا كل حاجه لان هي عندنا نافذه الكترونيه في الكمبيوتر او في الموبايل، اقدر اعمل منها كل الخدمات دي، هعمل كده طبعا. بالظبط. بس مفيش كفايه. مش كفاية خالص في مصر. هل لقيت عند الشباب اللي ابتدوا، انا عارف ان المشروع جديد لسه بقاله 3 ايام بالظبط، هل لقيت عندهم حاجات معينة قررتوا تجيبوا لها خبراء بعيد عن اختصاص التكنولوجيا، زي مثلا ادارة الموظفين، زي ادارة الحسابات المالية؟ هو ده بيتم في الحضانات. احنا عارف في ناس بتتعلم العوم انها تترمي في البحر. كويس. احنا مش عايزين نعلم حد العوم. لو انت ما بتعرفش تعوم بلاش تيجي معانا. احنا عايزين حد عنده مبادئ ان هو جعان انه يعوم، عايز يتعلم. في نفس الوقت انا هرميك في البحر شويه، وكل ما تيجي تغطس شويه يعني تشرق هطلعك فوق شويه. انا لا هساعده في الموارد الماليه، ولا هجيب له اكل وشرب. يعني في مساحات عمل جماعيه زمان في بره فانسي قوي وشيك قوي، وعامل لك بيتزا وعامل لك قهوه وعامل لك مش عارف. انا عايز حد شويه على الارض، شويه عايز يشمر ويشتغل، وعايز يطلع بره بسرعه. انا هديك مكان لمده شهرين تعمل فيه بروتوتايب، تعمل فيه نموذج، وبعد كده اطلع بره.
اطلع بره، يا تفشل يا تنجح، لانه انت لازم تبتدي تعتمد على نفسك. بس خد الفرصه دي انك انت تلاقي زقه في الاول بالزبط. وبعد كده هساعدك مره واثنين وثلاثه، بس هساعد اللي جد وهساعد اللي جعان اكتر او اللي عنده، وهساعد الناس اللي مستعده تفشل مره واثنين وثلاثه. ثقافه الفشل دي عايزين نكترها عند الناس، انك تفشل مره واثنين وثلاثه وتتخبط فوق دماغك مره واثنين عشان تعرف بالظبط الطريق بتاعك عامل ازاي. خططكم ايه للايبري جيزة؟ هل هنبتدي بالجيزة وننتقل الى محافظات تانية؟ انا ما اقدرش اقول طبعا، انا احنا مجرد بس يعني مستثمرين في هذا المشروع. في اللايبري لها مجلس ادارة وهم عندهم خطة يعني سكيلينج لوصول اللايبري لل 27 محافظة. اعتقد انهم هيبدأوا بالقاهرة بعد الجيزة، طبعا طبيعي انه يعملوا في القاهرة، وعايزين يعملوها في اول 2014، بس عايزين نقيس النجاح. انا بالنسبة لي انا ممكن اقعد 6 اشهر، انا مش عايز اكبر اعمل 27 لايبري قبل ما اتاكد الاول ان الجيزة دي طلعت القماش اللي انا عايزه. كم سيمينار، كم شركة طلعت، كم واحد استفاد، كم شركة فشلت، كم شركة خدت التمويل، مين اتطمع على مين، ايه التكنولوجيات اللي بيستعملوها، طب هل بس كلها على جوجل ولا على المنافسين بتوعي. كل المعايير دي حاطينها، وعلى اخر السنة ان شاء الله على اخر السنة هنشوف المعايير دي ناجحة ولا لا. لو ناجحة هنبتدي نعمل سكيلينج للموضوع ده لل 27 محافظة ان شاء الله. وائل، سؤال اخير، في ناس هتبقى بتتفرج وتقول ان ده احنا لا احنا عايز الحكومة هي المفروض تعمل كده، وناس تانية بتتفرج تقول ده دور ايجابي للغاية من القطاع الخاص ومن ناس مستثمرين عايزين يقوموا صناعة التكنولوجيا على زي ما بنسميه الحجم الصغير والمتوسط للشركات. انت منحاز لانه رأي؟ انا منحاز ان كل واحد يلعب دور. المجتمعات، الحكومه، المجتمع المدني، القطاع الخاص. الحكومه دورها في التشريعات، يعني في تشريعات كتيره جدا في التكنولوجيا عايزين نغيرها. في حاجات كتيره جدا الحكومه، البيئه التشريعيه بتاعت الحكومه لازم تعملها. الحكومه مش شاطره في الابداع، يعني مش عمري ما على فكره مش حكومه مصر، كل الحكومات مفيش حكومه شاطره في الابداع، لان الحكومه حاجه كبيره، تطلع لك البطاقه بسرعه، تطلع لك الباسبور بسرعه، تطلع لك تصريح السفر بسرعه، انما مش شاطره في انها تعمل ابداع. الحكومة تعمل بيئة تشريعية، المجتمع المدني هو السمغ اللي بيزبط والقطاع الخاص هو اللي اسمه راس مال مخاطر، عشان كده فنتشر كابيتال، عشان كده في شوية ريسك بس ريورد بتاعته أو المكاسب بتاعته عالية جدا. هل المفروض مثلا التشريعات اللي انت بتتكلم عليها تكون، يعني هل في تشريعات واحنا شايفينها دلوقتي كده متعارضه مع مشروع المكتبه؟ حاسس ان في شويه حاجات لا ولا لا؟ لا لا، بس لازم في عشان انت النهارده تبقى دوله مصدره للتكنولوجيا، عشان تبقى دوله لازم يبقى عندك حاجات كتيره جدا جدا، انك تفتح شركه بسرعه وتقفلها بسرعه، انك نمره واحد تعمل قوانين لمثلا تمويل، قوانين تمويل جديد، قوانين دعم للشركات الصغيره المتوسطه، في انواع تمويل جديده جدا غير البنوك والقروض، اسمها مثلا كراود فاندنج او التمويل الجماعي. في حاجات كتيره جدا الحكومه لازم تعملها، وطبعا الحكومه هي اللي بتوفر البنيه التحتيه بتاعه الانترنت، الحكومه والشركات الخاص، القطاع الخاص، بس طبعا مصريه الاتصالات مثلا هي اللي تملك الشبكه الارضيه بتاعه التليفونات اللي في مصر اللي بيشتغل عليها الانترنت. الانترنت كويسه يعني عندنا الانترنت الى حد ما موجوده، وسعرها الناس بتقول رخيص، هو طبعا مش رخيص مقارنه بدول العالم كلها، ولكن عندنا سرعات ضعيفه كل شركات الاي تي بتقول ان احنا محتاجين سرعات اعلى من كده علشان نقدر نقدم خدمات متنوعه. دي وحشه جدا جدا يا علي، انا عايز اقول لك انه عيب قوي ان احنا بقى سنه 2013 لا انا ولا انت ولا اي حد في الاستوديو ده مبسوط بالانترنت في بيته. كويس، مش مبسوط بس فلوس، مش مبسوط فلوس وسرعه، مش مبسوط ولا استقرار حتى. سيرفيس تيجي وتروح وتيجي بالزبط. وتروح الفترة الجاية دي لازم نهتم بموضوع البنية التحتية، لأنه من غير إنترنت سريع بأسعار متوفرة للناس كلها، خلاص الناس كلها راح ناحية التكنولوجيات اللي هي بيسموها في الكلاود، في السحاب. الإنترنت أو طبعا حصل تطور رهيب، يعني مش عايز أقول أنه اللي حصل ده، بس لا طبعا النهاردة عندنا مشكلة كبيرة في الكواليتي وفي السعر وفي السيرفيس ليفل بتاع الإنترنت. يعني في النهاية كل التوفيق للمبادرة، وبنتمنى ان احنا نشوف المبادرة دي مش بس بتنتشر في كل المحافظات، ولكن اكتر عدد من الشركات
جات المبادرة دي قدرت تاخد خبرة فنية معينة وبعدين طلعت لسوق العمل وقدرت تثبت نفسها. بشكرك جدا وائل فخراني المدير الإقليمي لشركة جوجل في مصر وفي شمال أفريقيا. نورتنا النهاردة. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في زي الشمس وعندنا فاصل ونرجع نكمل فقرات، ولكن عايز افكر حضراتكم بسؤالنا النهارده في زي الشمس. بنسأل حضراتكم اذا كنتم شايفين ان مظاهرات النهارده اللي بتقدمها عدد من التيارات الاسلاميه في رابعه العدويه، هل هذه المظاهرات تعكس قلق الاسلاميين ام هي رد على حركه التمرد، ام هذه المظاهرات هي محاوله لرفع الروح المعنويه للرئيس مرسي؟ شاركونا من خلال صفحة فيسبوك، شاركونا كمان على رقم الرسائل القصيرة. نشوفكم بعد الفاصل.